المزمور 11. خلصني يا رب فإن البار قد فنى وقد قلت الأمانة من بني البشر. تكلم كل واحد مع قريبي بالباطل، شفا غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاء الغشاء، واللسان الناطق بالعزائم الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا معنا. فمن هو يا رب علينا؟ من أجل شقاء المساكين وتناود البائسين لا نقوم، يقول الرب. أصنع الخلاص علانية، كلام الرب كلام نقي، فضة محمى مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدهر. المنافقون حولنا يمشون مثل ارتفاعك، أكثرت أعمار بني البشر. الليل